الغوريلا اللي قدامك دي سابت رسالة مهمة للبشرية قبل ما تموت، بس قبل ما تعرف الرسالة لازم تعرف مين الغوريلا دي. الغوريلا كوكو أشهر وأذكى غوريلا في العالم، ظهرت في الأفلام والبرامج، قابلت فنانين كتير، وظهرت مرتين على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك، منها مرة بصورة هي اللي التقطتها لنفسها، سيلفي يعني. كوكو اتشهرت وبقت نجمة لأنها قدرت تتعلم لغة الإشارة بمساعدة مدربتها، واللي علمتها أكتر من 1000 إشارة قدرت من خلالهم تكون جمل للتواصل مع البشر. كوكو كانت مميزة جدا، بتقدر تتعرف على نفسها في المراية وكمان بتقول نكت. كوكو كانت بتحب الهزار والضحك، الرسم، تربية القطط والفرجة على التلفزيون، ومن حبها للتلفزيون عرضوا لها فيديو لأكتر من ذكر غوريلا عشان تنقي واحد يعيش معاه. الغريب هو الرسالة دي واللي وجهتها للبشرية قبل موتها.